السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز، وأخيرا صدرت النسخة الإنجليزية من لعبة دينيستي ووريورز أوفرلود. صراحة لعبة خرافية جدا. الآن سنقوم بالدخول إلى اللعبة لهذا الشكل. شاهدوا الآن لعبة باللغة الإنجليزية بصفة كاملة. نقوم باختيار الدخول عن طريق جوجل هكذا، وكما تشاهدون الآن اللعبة بصفة كاملة باللغة الإنجليزية، هو أمر رائع جدا. الآن اختاروا بلاي. الآن النسخة الإنجليزية، رهيب. هيا بسرعة. وكما تشاهدون هيا اللي بقوم بكتابة الاسم وهو زين وهكذا. سند. الآن بريس سكيب ناو. شاهدوا الآن اللعبة 3D. نقوم بالزيادة قليلا في الصوت. هاي شاهد، واو واو، مثل اللعبة الموجودة في بلاي ستيشن. كم شاهد جرافيكس خرافي، اللعبة الأصلية لعبة دينيستي ووريورز، أفضل ألعاب الار بي جي. واو شاهد، الآن لعبة اللغة الإنجليزية والسيرفر هو سريع. اللعبة أونلاين، اللعبة أونلاين. شاهد الآن نتقدم أصدقائها هم. هيا تعالوا، شاهدوا زر آخر. هيا واو واو واو، هاف تراي هاف تراي. الآن شاهدوا، واو. اللعبة رهيبة رهيبة، الـ FPS الخاص بها ممتاز، وهذه هي اللعبة الأصلية، ليست يعني شبيهة دينيسي ووريورز مثل الألعاب الأخرى، هذه أصلية. تعال، واو شاهد، زر آخر، نقوم بالتطالع هنا مرتين وهناك مرة واحدة، هكذا شاهدوا، واحد اثنان. الآن ووو هكذا جيد. الآن رهيب اللعبة، شاهد 3D. نقوم بزيادة في الصوت. كما شاهدتم لعبة خرافية جدا، لقد قمنا بالفوز بهذه الجولة، هي فقط تعليمية. Talk to the general with red arrow. الآن نقوم بالتكلم مع الجنرال أو يعني الشخصية الرئيسية ذات السهم الأحمر، ها هو. نشاهدون الآن الحوارات أيضا باللغة الإنجليزية. هيا نتقدم. هنا select perspective 3D أفضل. نعم شاهدوا 3D. واو على اللعبة الرائعة، خرافية دينيستي ووريورز، يعني رهيبة هذه اللعبة. توجد أيضا في بلاي ستيشن 4، في بلاي ستيشن 2، بلاي ستيشن 3، في البي سي، لها أجزاء عديدة. تعال نقوم بالتقدم. اوه شاهد العديد. الان هذا تراي، هكذا وهكذا. رهيب
ندوزو لك الصوت اسمع. واو على اللعبة رهيبة شايبة، يمكن تختار خيار 2D او 3D، اعتقد ان 3D افضل. اوه اعتقد انه بوس اسمه زهانغ لينغ يونغ بوس، نعم هو بوس. اوه 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 هذا الشيء تعال اقضي على هؤلاء اولا. شادو زير اخر، اوه تبقت له ضربة واحدة. قضيت على الزعيم، الآن تبقى هؤلاء. تعال واو واو إلا بكم شيء. قضيت عليهم جميعا، تعالوا أنتم خذوا. أيوه شغل الحركة، واو حركة جديدة في كل مرحلة، صراحة لعبة رهيبة جدا. شكرا لكم، سأكتفي بهذا القدر من اللعبة. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.